مساء الخير مستمعين الكرام. ما هو التطبيق الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الحصول على الخدمات الدوائية؟ أطرح كل الأسئلة على منال بنت علي الحاتمي وهي خريجة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. مساء الخير أختي منال وأهلا وسهلا فيك معنا في هلا اف ام. مسائك نور، هلا فيك وتشرفت وجودي معكم. حياك الله منال، يعني خبرينا شوية أكثر عن هذا التطبيق وشو علاقته أيضا بالخدمات الدوائية. نعم، هو بالبداية تطبيق هاتف لطلب الأدوية يجمع جميع صيدليات السلطنة في مكان واحد، يسمح للمريض أن يطلب الدواء اللي يحتاجه من أي صيدلية في عمان. لكن ما بس هذا، إحنا أضفنا فيه عدة ميزات تسهل وتحسن من تجربة طلب الدواء. يعني ممكن المريض أنه يحمل أو يرفع الوصفة الطبية أو مثل ما إحنا نسميها الروشتة للنظام، وبعدها النظام يعرض كل الصيدليات اللي توفر هذا الدواء ويوجهها إلى أقرب صيدلية لموقع الحالي. هنا وظفنا الذكاء الاصطناعي عشان نضمن سلامة المريض أنه يطلب الدواء من غير وصفة طبية. التطبيق بيكون قادر أنه يميز هل هذا الوصفة معتمدة من مؤسسة حكومية أو أنها مزيفة. وطبعا لمعرفتنا وإدراكنا بمدى خطورة وحساسية أخطاء اللي ممكن تحصل عند صرف الأدوية، في ميزات أخرى إحنا ممكن نذكرها، وهي أن التطبيق بيذكر المريض أنه يأخذ الدواء اللي طلبه من الصيدلية في الوقت المحدد وبالكمية المطلوبة. ومثل ما نعرف أنه صار كثير من الناس ينسى موعد أخذ الدواء أو ينسى الكمية اللي لازم يأخذها. أيضا بما أن هذا التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي، فممكن أنه يساعد المريض يختار الدواء المناسب بناء على حالته الصحية. يعني أحيانا إحنا نروح الصيدلية فقط عشان بنادول عندنا صداع أو للأدوية اللي تخص نزلات البرد أو حاجات للأطفال أو العناية بالبشرة اللي ما تحتاج وصفة طبية، يعني اللي يوميا تقريبا نستخدمها. فهذا التطبيق بيحسن كثير من أن نحصل على الخدمات الدوائية. طب هذا التطبيق كيف ممكن يقلل حاجة المريض أنه يروح للصيدلية؟ يعني كيف الطريقة اللي راح تشتغلوا عليها؟ أيوة، وبالعادة لما يقوم الطبيب بوصف الدواء تكون هناك وصفة طبية أو هي الرشدة مثل ما ذكرت، فيها كل الأدوية المصروفة للمريض وبالكمية المحددة بالوقت اللي لازم المريض يأخذ فيه هذه الأدوية. فالمريض ممكن يحصل هذه الأدوية من الصيدليات العامة اللي تكون داخل المؤسسة الصحية بالنفس، أو من الصيدليات الخاصة اللي تكون بالعادة خارج المؤسسة الصحية. فهنا تكمن المشكلة، يعني إن عملية البحث عن هذا الدواء من الصيدليات الخاصة بتاخذ وقت وجهد من المريض. أحيانا تحتاج تزور أكثر من صيدلية عشان تحصل الدواء الموصوف وتحصل بسعر أغلى، بينما هو موجود بسعر ممتاز في صيدليات أخرى. أيضا بعض المرضى يفضل شركة معينة لتصنيع الدواء عن غيرها، وكثير مشاكل وكثير من الفروقات. فهذا التطبيق هو الحل لكل هالمشاكل. فعن طريق هذا النظام أنت ممكن تطلب الأدوية وتتصفح الصيدليات وتقارن بين أسعارهن، تشوف وين أقرب صيدلية ممكن أطلب منها الدواء، بعدها تستكمل عملية الدفع أونلاين عن طريق التطبيق، وممكن بعد أنك تتبع حالة طلبك، يعني كم يحتاج لحد ما يوصل للبيت، وكل هذا فقط بضغطة زر. فما صارت في حاجة أن المريض يروح للصيدليات، بتطبيق في هاتفه ممكن يخلص كل أموره. ولو كان هذا التطبيق موجود عندنا في فترة كورونا كان في قلل كثير من انتشار المرض، لأن حاجتنا للدواء دائما وفي تزايد في فترة الأمراض. نعم أكيد. من كيف الناس تقدر تنزل هذا التطبيق؟ هو حاليا غير مرفوع لأنه مش مكتمل. فعند اكتماله إن شاء الله من متجر بلاي اللي هو في الأبل ستور للأبل ديفايسز، وطبعا للأندرويد اللي هو عن طريق المتجر بلاي. كل التوفيق يا منال، شكرا على وجودك معنا، شكرا أيضا على هذا التطبيق اللي يسهل الحصول على الخدمات الدوائية. كل الأسئلة كل الأسئلة كل الأسئلة على هلأ.